طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بإفراج فوري للصحفيين المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي. 20 منظمة غير حكومية تناشد المانحين لدعم اليمن قبل اجتماع جنيف. وفي أخبارنا المنوعة، 3 دقائق تأخير تدفع وزيرا يابانيا للاعتذار علنا. أهلا بكم. 4 أعوام وعدد من الصحفيين في معتقلات الميليشيا، لم تبقى منظمة ولا جمعية ولا إنسان إلا وناشد لإطلاق سراحهم، لكنهم ما زالوا هناك خلف القضبان، وما زالت المنظمات توجه نداءاتها. وفقا لموقع يمن مونيتور، الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بإفراج فوري للصحفيين اليمنيين المختطفين. وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث بالعمل على الإفراج الفوري عن الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون الحوثيين. جاء ذلك في بيان للاتحاد أيد خلاله موقف نقابة الصحفيين اليمنيين المدين والرافض لإحالة 10 صحفيين مختطفين من قبل جماعة الحوثي منذ يونيو 2015 إلى محكمة متخصصة بالإرهاب. وفي رسالة الاتحاد الدولي للصحفيين، رفض استخدام الصحفيين كرهائن وأوراق مساومة. أفريقيا وموجات الليبرالية العابرة، تحت هذا العنوان كتبت منى عبد الفتاح مقالها المنشور في العربي الجديد مضيفة. في ربيعها الأسمر بدت الشعوب الأفريقية تائقة إلى الديمقراطية من دون أن يكتمل شرط الإيمان الحقيقي بها، فهناك نقاط كثيرة تفسر خطأ الممارسة. فغير الإسقاطات الغربية، هناك استفهام قائم عن مدى تكيف الديمقراطية في المجتمعات الأفريقية بالممارسة. المشكلة في أفريقيا، بالإضافة إلى عسر مخاض الوصول إلى الديمقراطية، هناك عملية المحافظة عليها، حيث تمثل دول منها حالة التوجه نحو الاستبداد بعد الديمقراطية. ومثال لذلك مصر حديثة العهد بها، والتي استبدلت بالديمقراطية ديكتاتورية شاملة. وفي الجهة الأخرى يبرز مثال تنزانيا، التي كانت من أكثر الديمقراطيات استقراراً في أفريقيا، إذ طبقت الديمقراطية منذ مطلع 90ات القرن الماضي. تحققت الديمقراطية في أفريقيا أم لا؟ فإن صلاحيات أجهزة الدولة تنزوي لصالح محاباة المقربين، وتستغل المناصب إلى درجة يصبح معها الحكم أقل رسمية، ويتحول الولاء للزعيم سواء جاء عبر انتخاب أو على ظهر دبابة. قد تكون فترة هذه الموجة حاسمة، ولكنها أيضاً فرصة للابتعاد عن القراءة الراديكالية للاختلافات بين أفريقيا والنظام الدولي القائم. ومن شأن هذا الأمر أن يبطل استعجال تطبيق الديمقراطية لتحقيق هدف يتمناه الأفارقة، وهو دخول النادي الديمقراطي العالمي تشبهاً بالغرب، وبشكل لا يحل مشكلاً أفريقياً، بل سيعمل على إطالة أمد الكفاح من الداخل. إذن المطلوب هو حراك مجتمعي سياسي بآليات وأدوات مختلفة تتشابك وتتفاعل من أجل إحداث التغيير السياسي المنشود. وإن كانت حركات النضال الشعبي في دول الجنوب معادية للإمبريالية كما أشار إلى ذلك المفكر المصري العالمي سمير أمين، فإن الفرصة الذهبية هي إقامة ديمقراطية بخصائص أفريقية. ميدانياً وحيث يدور الحديث عن سلام، تدور المعارك. وفقاً لموقع الصحوة نت، استمرار خروقات الحوثيين بالحديدة، قصف عنيف يستهدف مواقع الجيش بالتحيتة. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية شنت قصفاً عنيفاً على مواقع الجيش الوطني في مديرية التحيتة بمحافظة الحديدة غربي البلاد. وقالت مصادر عسكرية للصحوة نت أن ميليشيات الحوثي استهدفت مواقع قوات الجيش شمال وشرق مديرية التحيتة بالقذائف والأسلحة المتوسطة وبشكل مكثف. وكان حريق هائل اندلع مساء الخميس في مصنع إخوان ثابت للمواد الغذائية إثر قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مخزن وقود مادة الديزل في المصنع. يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الحديدة بين الحين والآخر قصفا عشوائيا من قبل ميليشيا الحوثي، رغم الهدنة الأممية المعلنة بالتزامن مع اندلاع معارك متقطعة على خطوط التماس شرقية وجنوبية المدينة. ولا تقتصر هجمات ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش، بل تطالها
أو تطال هجماتها المدنيين أيضا. وفقا للموقع بوست، إصابة امرأة برصاص قناص حوثي في الحديدة. وأفادت مصادر محلية أن امرأة أصيبت يوم الجمعة برصاص قناص جماعة الحوثي في قرية الشعينة جنوب مديرية حيث بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وقالت المصادر أن فاطمة محمد علي تعرضت لإصابة بالغة برصاصة قناص حوثي في الصدر، مشيرة إلى أنها نقلت إلى مستشفى حيث لتلقي العلاج والإسعافات الأولية قبل تحويلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا لتلقي العلاج. ويفيد الموقع أيضا تتزايد أعمال وممارسات ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها بحق المواطنين والأبرياء العزل في ظل صمت الأمم المتحدة على كل تلك الجرائم الوحشية. الأديان تزدري الأديان، فماذا عنا؟ تحت هذا العنوان كتبت دينا أو ديانا مقلد مقالها المنشور في موقع درج. المعارك مع الرسوم والبرامج الساخرة قصة ذات فصول في المنطقة العربية، إذ تدرك الأنظمة المستبدة جيداً أن الضحك عدو السلطة، وأن للفكاهة قدرة على تحريك العقول وتحريرها من ثقل المقدس ووهمه. فالساخرون يهزون بنقدهم اللاذع القائم على المفارقات الهائلة في ممارسات أهل السلطة من رجال دين وسياسة وعسكر ممالك الصمت والخنوع التي يحرص المستبدون على فرضها. لذلك تتعامل السلطات المستبدة مع السخرية بصفتها جريمة، وتلاحق الساخرين جسدياً ومهنياً. أكثر شريحة تمارس ازدراء الأديان هم رجالات تلك الأديان الذين يكررون أمام المؤمنين من أتباعهم كيف أن دينهم هو الصحيح، وأن كل الأديان والمذاهب الأخرى هي إما ضالة أو محرفة بل ومثيرة للسخرية. لكن لماذا يخاف المستبدون السخرية أكثر من غيرهم؟ لأن السخرية ببساطة بوسعها أن تكشف الزيف والكذب. الشيخ إمام كان ساخراً فسجن، القاشوش سخر بصوته الأجش من عنف الأسد فقتل. في بلادنا الكثير من البذاءة والسخف والخفة وثقل الدم، وهذه ليست سخرية. فالسخرية السياسية تحديداً هي لغة نابضة تسخف الحكام والمستبدين وتجعلهم بلهاء جهلة. في بلادنا يتم خنق الضحك والسخرية لصالح احترام مزيف كاذب سياسي، كان أم ديني أم قومي. ثورات 2011 حلت من ثقل السياسة بالضحك، لكن في مرحلة الارتداد إلى العنف المضاد للثورات خنقت تلك الضحكات لتستحيل سجناً ودماء. وها نحن نعيش معضلة حقيقية مع ازدياد الحروب والانقسامات وانعدام الثقة والأمل حتى بات يغلبنا العجز. ليس هناك وضع مثير للسخرية قدر هذا الوضع الانهياري الذي تعيشه مجتمعاتنا. والسخرية هنا هي شعور تعويضي عن الفشل ومقاومة له. لدينا ساخرون موهوبون لكنهم ما إن شقوا طريقهم حتى تم إسكاتهم. بقيت لنا ضحكات الزعماء وثقل ظلهم الذي لا يحتمل. موقع الجزيرة نت نشر تقريراً بعنوان القاتل يحاكم المتهم، قتل الحوثيون صالح واليوم يحاكمون 5 شباب بتهمة محاولة اغتياله. إبراهيم الحمادي وشعيب البعجري وعبد الله الطعامي وغالب العيزري ومحمد عمر، 5 شباب يمنيون يقبعون في سجن المخابرات الأمن السياسي بصنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، ويتم محاكمتهم حاليا بتهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح قبل نحو 8 أعوام. ومن الذي يحتجزهم ويحاكمهم؟ الحوثيون الذين قتلوا علي عبد الله صالح. في يونيو عام 2011 وقع انفجار كبير في مسجد دار الرئاسة القصر الرئاسي بصنعاء في أوج الاحتجاجات المناهضة لصالح، ويومها قتل قادة عسكريون ومسؤولون حكوميون، ونقل صالح الذي أصيب بإصابات خطيرة إلى السعودية للعلاج. على أثر ذلك شنت حملة اعتقالات واسعة تجاوز يومها عدد المعتقلين 100 شخص، لكن بعد ذلك أفرج عن الجميع ولم يتبقى سوى هؤلاء 5. في 24 من ديسمبر 2012 نقل المتهمون وعددهم نحو 30 شخصا وإمرأة إلى السجن المركزي في صنعاء، وأفرج عن الكثير منهم وبقي 5 الأشخاص حتى الآن. وفي مفارقة عجيبة، لا يزال المعتقلون 5 محتجزين من قبل جماعة الحوثيين التي قتلت صالح في ديسمبر 2017، وذلك في معارك أو في معركة بينهما في العاصمة صنعاء.
دعت 20 منظمة غير حكومية بما في ذلك المنظمة الدولية للمعاقين، دعت المانحين لليمن الذين سيجتمعون يوم الثلاثاء المقبل في جنيف بدعوة من سويسرا لدعمها رغم صعوبة الوصول، وتعنون صحيفة لا ليبرتي السويسرية. اليمن 20 منظمة غير حكومية تناشد المانحين قبل اجتماع جنيف، كما طلبت المنظمات من المانحين الضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي. وبحسب بيان مشترك نشره تقرير للصحيفة ترجمة خصيصا لقناة بلقيس، تطلب من الحكومة في المنفى والمتمردين الحوثيين إتاحة مزيد من التسهيلات لتقديم المساعدة للسكان، ويريدون أن يكون الدعم أكثر مرونة وأطول أمدا. بالإضافة إلى المساعدات، فإن المنظمات تدعو إلى حماية المدنيين وإجراء محادثات السلام ومقاضاة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. البشير يستفيد من أخطاء زعيم الفساد في اليمن. تحت هذا العنوان كتب عبد الوهاب العمراني مقاله المنشور في الموقع بوست. ثمة مؤشرات إيجابية في تطورات الحالة السودانية، فقد تماهى البشير مع تطلعات الشعب بعيدا عن تدخل الإقليم. ومعلوم بأن الرئيس السوداني بدأ بالتخلي عن وضع البيض في سلة الخليج والسعودية كما فعل الرئيس اليمني السابق، وتنبه لهذه الجزئية ولو في وقت متأخر بتقوية علاقته بالصين وروسيا دوليا وبتركيا وقطر وبلدان لا تدور في فلك السعودية من جهة أخرى، رغم أنه لا يزال يزج بقواته في الحرب الخاسرة في اليمن ولم يصل لدرجة القناعة الكاملة كما فعل ملك المغرب في النأي عن تآمر التحالف العربي في اليمن. وسواء أطيح به قبل نهاية استحقاقه الرئاسي أو في وقته، في كلا الحالتين الشعب سيكون بمنأى عن تجربة اليمن، لأن البشير أقل خيانة من زعيم الفساد في اليمن واستفاد من درس عمالة الرئيس السابق. ومن ضمن التحولات تخليه عن رئاسة الحزب الحاكم حزب المؤتمر الوطني، وبهذا لن يكون الحزب مطية للتنكيل بمستقبل السودان كما حدث في اليمن عندما خرج من السلطة شكليا وتفرغ للتنكيل بالفترة الانتقالية من اليوم التالي. ثم إنه سيحافظ على تماسك حزبه المؤتمر الوطني، والأهم بداهة سلامة الدولة السودانية برمتها، وهذا مربط الفرس في إخفاق المؤتمر الشعبي في اليمن وتسليمه اليمن على طبق من ذهب لميليشيا الحوثي. أما في جولتنا بين الصحف الفرنسية فنطالع من صحيفة ويست فرانس الفرنسية. اليمن، الأمم المتحدة تحذر أن 80% من السكان يحتاجون إلى مساعدة. وبحسب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكاك، فإن حوالي 80% من السكان اليمنيين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية. قال لوكاك أمام مجلس الأمن: هذه الأرقام أسوأ بكثير من العام الماضي، والاشتباكات وعدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني فضلا عن الانهيار الاقتصادي في منتصف عام 2018 قد قامت بتغذية هذا التدهور. وأشار إلى أن العنف قد انخفض في الحديدة نتيجة لاتفاق ستوكهولم، لكنه استمر في أماكن أخرى وأزداد في بعض المناطق، لا سيما في حجة، بالإضافة إلى ذلك يستمر الاقتصاد اليمني في الانهيار. ويقول تقرير الصحيفة الذي ترجم لقناة بلقيس إنه في غضون أسبوع سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر للمانحين في جنيف تشارك في تنظيمه سويسرا والسويد. في الأخبار المنوعة نطالع من موقع بي بي سي. وزير ياباني يعتذر علنا بعد تأخره 3 دقائق عن اجتماع برلماني. وقال الموقع أن الوزير الياباني يوتشي تاكا ساكارودا قدم اعتذارا علنيا لدى وصوله متأخرا 3 دقائق إلى اجتماع برلماني، ويتولى إدارة الوزارة المكلفة بدورة الألعاب أولمبياد طوكيو 2020. وقال أعضاء برلمانيون في المعارضة أن تأخر الوزير يعكس عدم احترامه لمنصبه، وقاطعوا اجتماعا للجنة الميزانية ل5 ساعات احتجاجا. ومع أن الوصول متأخرا عن الاجتماعات لا يعتبر خطأ قاتلا في الثقافة اليابانية، إلا أن المعارضة استثمرت هذه الحادثة الأخيرة لتسلط الضوء على ما ترى أنه إخفاق من جانب الوزير. وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة يابانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري عما إذا كان ساكارودا
مناسب لمنصبه، قالت نسبة 65% من عينة الاستطلاع أنه غير مناسب، بينما قالت نسبة أخرى 13% أنه مناسب. ومن الأخبار المنوعة المتداولة اليوم على مواقع الأخبار ما نشره موقع دوتشيفيلي الألماني، ويعنون قطة مصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاجرزفيلد ترث الملايين. ووفقا للموقع، بعد وفاة مصمم الأزياء الشهير كارل لاجرفيلد تستعد قطته الشهيرة تشوبيت لوراثة جزء من ثروته الطائلة. القطة كانت تحتل مكانة كبيرة في قلب المصمم الألماني، ويتابعها الكثير من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. وترك لاجرفيلد ثروة طائلة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه استرليني، ومن المتوقع أن ترث القطة تشوبيت جزءا من ثروته. ففي عام 2015 صرح الرجل بأنه سيخصص جزءا من ثروته لقطته المحبوبة. جولتنا المصورة من صحيفة الجاردن البريطانية، والتي نشرت مجموعة من الصور القادمة من مناطق مختلفة من العالم وتوثق للحظات مختلفة. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف. بهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.